السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. ونكرر ونقول خلوها اليوم في اليوم الثالث من التصفيات المبدئية لمسابقة شاعر القلطة. اليوم بيكونوا معنا أسماء بإذن الله مثل ما شفتوا أمس وقبله، أسماء شعراء. اليوم الأسماء يعني لها تواجدها في الساحة، كثير من الشعراء اللي بيكونوا معنا اليوم بإذن الله بتشوفونهم لهم تواجدهم، وسبق أن لعبوا مع شعار كبار في ساحة القلطة. مسي عليكم بالخير جمهورنا الكريم المشاهدين خلف الشاشات، كذلك مسي على لجنة الموقرة، لجنة شاعر القلطة، شاعرنا وصل طياني، والشاعر فواز العزيزي، والشاعر حمود السمي. مرحبا بكم في اليوم الثالث، ونقول على بركة الله. عمر بن هذال أحد مشرفين برنامج شاعر القلطة، يلا حيه. الله يبديك يا ابو فراج، ومسي عليك بالخير، ومسي على ابو ناصر والمتابعين. وان شاء الله اليوم تكون حلقه مثريه للمهتمين في ساحه القلطه باذن الله. باذن الله يا ابو مشعل، باذن الله. اما المشرف الاخر، مشرفنا وشاعرنا وليد البحيح، شلونك ابو ناصر؟ يا مرحبا يا ابو فراج، الله يحييك تحايا السيل. مسي عليكم بالخير وعلى ابو مشعل، على مشاهدينا من خلف الشاشات، وعلى الشعراء المتواجدين معنا الليله، نقول الله يحييكم تحايا السيل. بوعد الخير ان شاء الله. هذه ثالث ليله من تصفيات شاعر القلطه. الاعداد ما شاء الله تبارك الرحمن مرضيه، المشاركين مبدعين، وفالهم التوفيق ان شاء الله. باذن الله باذن الله. اليوم باذن الله اليوم الثالث نبدا معكم يعني بدايه سريعه، بما انكم خذيتوا يعني امس وقبله، عرفتوا كيف الطريقة. قبل لا نبدأ ونسحب الفازة، فازة الشعراء، الشعراء بإذن الله بيدخلون علينا ويروحون أماكنهم المخصصة، وعندهم فازة الطواريك، علما بأن المقابلات يتم فيه مقابلات في الهواء مباشرة توكم، وفي مقابلات لبعض الشعراء تحت الهواء. فالشعراء مستمرين بالتسجيل، والمقاطع ما وقفت، مثل ما سمعتوا من عضو لجنة التحكيم اللي تداخل معنا اتصالا أمس فواز العزيزي، بيتم بإذن الله في حال استمرار المقاطع واستمرار المشاركات بيتم تمديد فترة استقبال المشاركات إلى ما بعد الخميس، حسب ما يعلم بإذن الله من إدارة القناة وإدارة هذا البرنامج. نبدأ على بركة الله. أول شعرين معنا اليوم طبعا الإعلامي مسفر بن رميثة، كذلك رشيد بن طاحوس، بيكونوا مع الشعراء إن شاء الله ما قبل الدخول إلى